مساكم الله بالخير ومساء الخير أعزائنا المشاهدين وين ما كنتوا، ولقائي تجدد معاكم من برنامجكم الأسبوعي الظهيرة. في هذه الساعة راح نقضي معاكم بإذن الله ظهيرتنا اللي فيها إن شاء الله العديد من اللقاءات الممتعة والفقرات المتنوعة اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم ورضاكم. لكن في بداية الأمر خلوني أرحب ومسي على زميلتي الغالية نجلاء وأقول لها مساء الخير. نجلة، مساء النور هاشم، وأجمل تحية حب أوجهها لكل من يتابعنا في حلقتنا المميزة واللي تحتوي على باقة منوعة أكيد من التقارير واللقاءات تناسب فترة هذا التجمع مع الأهل والعائلة. إحنا دائما نشارككم عطلة نهاية الأسبوع بمواضيعنا الجميلة. شنو عندنا اليوم هاشم؟ اليوم عندنا كثير من المواضيع. اليوم راح نشوف يعني مثل ما يقولون الأشياء اللي تكون في الأرض في الجو في البحر. في الجو راح نبحر معاكم في سمة، خلونا نقول الفضائيات، ونكون ضيوف بإذن الله خفيفين عليكم من خلال مواضيعنا اللي في برنامج الظهيرة. لكن على الأرض راح يكون عندنا مبدع، شاب يسوي شغلات مصغرة. شنو هي نجلة؟ اللي هي الحدائق المصغرة. أيوة. يعني أنا أول مرة أسمع عن هذا المسمى، وإن شاء الله اليوم راح نتعرف معاه أكثر في عن تفاصيل أكثر بهذا الموضوع بإذن الله. إن شاء الله. أمس قلنا ورد يعني نعول على هذا الموضوع، كل له من اسمه نصيب. راح يكون معنا أخونا اسمه فواز، وهو دائما فايز بالغوص تحت الأرض. فكنا معاكم إحنا في الجو في الأرض وفي البحر. وفي البحر. عموما نبدا معاكم وننطلق حلقه اليوم مع صوت من اجمل الاصوات اللي يعني الكل يتفق عليه. سفير الاغنيه الخليجيه والعربيه ابو خالد عبد الله رويشد. اعطونا ابو خالد. ومن ابو خالد بوديك لندن. الله. إيه. يا لندن. تعرفين العرب الصديق من المغرب؟ طبعا، منو فينا ما يعرف العرب الصديق؟ لا حرمي، لا بس ما اقدر اكمل. خلنا بالسيف سايد. دكتور شرقان في مسلسل على الدنيا السلام، العرب الصديق في مسرحيه باي باي لندن، ابو حمد فطاير ومحجبات في انتخب ام علي. كلها ادوار مميزه تالق فيها الفنان داود حسين في اعماله اللي ما زال الجمهور يحبها ويفضل مشاهدتها من وقت لثانية. نجلة، واحنا بعد نفضل دائما نستذكر اعمال الفنان داود حسين. طبعا هو مبدع في اي دور يقدمه، اغلب اعماله ناجحه ومميزه سواء بالدراما والمسرح وحتى تقديم البرامج وفوازير رمضان، وشكل ثنائي جميل مع الراحله انتصار الشراح رحمة الله عليها. والمبدع فيه يا هاشم انه يتقن اللهجات. صحيح. وايد له ادوار وهو يتكلم بلهجات مختلفه من اللهجات العربيه، كان جدا رائع. وهو جدا انسان رائع وراقي، وتدرج واعتلى الهرم بطريقه اكاديميه جميله، فهو احد مخرجات يعني المعهد العالي للفنون المسرحيه. تحيه للفنان داود حسين، وخلونا نشوف هذا التقرير الجميل. لما نتكلم عن موهبة التقليد، فمن أهم الفنانين اللي يطرون على بالنا وأذهاننا واللي أبدع في فن التقليد هو الفنان داود حسين. بدع خاصة فترة التسعينات بتقليد الشخصيات العامة والمشهورة بطابع كوميدي ونجح فيها، وحقيقة أمتع جمهوره في كل مكان بتعاون ناجح خاصة مع الفنانة الراحلة انتصار الشراح. بدنا نبتدي البرنامج الآن، والسؤال الأول استغفر الله، شو السؤال الأول؟ ما بدينا أولا بدنا نقدم الجماعة الموجودين هان عنا في البداية. قدم لي حالك. بالله الدكتور مهند اليانانوي، دكتوراه باللغات. أهم محطة ونقطة تحول للفنان داود حسين من خلال مشاركته في مسرحية باي باي لندن مع الراحل الفنان عبد الحسين عبد الرضا ومجموعة من الفنانين الكبار عام 1981. يذكر دائما بأن مشاركته في هذه المسرحية كانت فرصة ذهبية قدمت له، ونقلة نوعية من بداية مشواره الفني، ويفخر بهذه التجربة واللي تعتبر من كلاسيكيات المسرح. أنا مليت وبعد ما فيني شدة. حتى أنا مليت، حتى أنا تعبت يا وفاء، لكن تدري شلون يبا؟ شلون؟ ما كل حل واحد. أنا دزيت برقية حق مرته سباتشة بالكويت. إيه؟ عمي وعربة زين ما يخاف إلا من مرته سباتشة. اسمي هذي. ها ها. اسمك. اسمي. على بالي عنوانك. اسمك؟
اسمي العربي الصديق من المغرب انا. خاض الفنان داود حسين العديد من التجارب الموفقة في مجال تقديم البرامج الحوارية والمنوعة وأيضا برامج المسابقات، ومن أشهر هذه البرامج برنامج ظهيرة الأربعاء، دور النجوم، وداود شو، وغيرهم من البرامج. مطلوب منك تأدية مشهد كوميدي، اسمعني. خلاص. مطلوب منك تأدية مشهد كوميدي من اختيار الجمهور، من اختيار الجمهور. وبما أنك أنت مذيع والأخت نادين أيضا مذيعة، تمام؟ ممكن تقررين شو اللي يسوي أو شو المشهد اللي قدمه؟ قضايا عديدة قدمها الفنان داود حسين من خلال أعمال المسرحية بطابع كوميدي مشوق، إلا أن مسرحية انتخبوا معلي قدمت قضية كانت تشغل المرأة الكويتية سنة 1993، وهي حقها السياسي والمشاركة في الانتخابات والترشح ودخول المجلس. مسرحية انتخبوا معلي كانت مشاركة موفقة وناجحة من الفنان عبد الرحمن العقل، الفنان الراحل انتصار الشراح، والفنان الراحل خليل إسماعيل، وعدد كبير من النجوم. أنا مرتمت. والله العظيم في منظرة في بالي كل ما أتذكرها والله يصير فيني حارج من البكي والله. قولي في قلبك كله. تصدقون يا أخوان أنا شايف في عيوني آخر الشهر المواطن علشان يروح البنك يستلم راتبه إيه؟ يصب بالدور والله العظيم. مشاهدينا، دائما الإنسان يبحث في بيته عن الراحة والاسترخاء، وهذا طبعا في الغالب يكون من خلال الديكورات وأيضا المناظر الطبيعية اللي يعني تتمثل في الحدائق المنزلية. وايد ناس يحبون يحطون حدائق داخلية بالبيت. هاشم، لو صح. تخيل فعلا هذه الحديقة الداخلية تحولت إلى مجسمات صغيرة نحطها في أي زاوية أو أي مكان. أكيد، وهنا إحنا ما راح نشتكي أو ما راح نتشكى ونقول إنه والله ما عندنا حديقة أو غيره، بالعكس إحنا حر وبرد نقدر نفرح نفسنا ونسوي لنا حدائق مصغرة عندنا بالبيت. وضيفنا اليوم قدر يدمج أنواع مختلفة من النباتات ومحميات صغيرة في فازات زجاجية تراريومز، إنزين، وكأنها حدائق مصغرة. فيصل الزايد منسق فازات حدائق مصغرة، حياك الله معنا بالظهيرة، منورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا، الله يحييك، وتشرفت بالمقابلة الحلوة هذه. حق واجب، حياك الله معنا. وأكيد أهلا وسهلا، حياك. وقاعد نشوف قدامنا على الطاولة أكيد نماذج. نعم. من الحدائق المصغرة اللي أنت حبيت أنك تبدع فيها وتميزت. خلنا نتكلم عن بداية دخولك هذا المجال، وين كانت الانطلاقة؟ أول شيء صار لي أنا في هالمجال الحين داش السنة العاشرة تقريبا، ما شاء الله تبارك الله. وكذا مرة أنا وكذا لقاء كنت أذكر أن الحاجة أم الاختراع، أن كوننا إحنا بيئتنا حارة تقريبا يعني نقول ثلثين من السنة ما نقدر إحنا ناخذ هواياتنا نخليها برا اللي هي زراعة مثلا. نعم. لأن شوية صعبة ولها إمكانيات خاصة، ففكرت أن أزرع داخل البيت، فكرت ان ازرع اسوي اماكن داخل البيت. لقيت مع الوقت ان ظهور حشرات في مثلا روائح معينه رطوبه، فكان ياثر علي. فشوي شوي بلشت ان اتطور بعد ما اواجه كل مشكله شلون احلها. لقيت نفسي ان سويت حديقه كامله مصغره في فازه، وكانت قدام عيني وتكبر، وكنت اشوف كل المشاكل اللي كانت تصير فيها وكنت احلها. فانخرطت في هالمجال، قمت أسوي، قمت يعني أكبر المجال هذا. لما طلعت إلى ما شاء الله إلى هذا التصميم الجميل، الأمانة رائع، على الجميلة نجلة. إنزين، يعني عالم تصميم الحدائق والفازات وهي تراريومز يسمونها بالإنجليزي، تراريوم. نعم، تراريوم. إنزين، تحتاج أن الإنسان يكون متجدد دائما. من وين تستلهم الأفكار هذه، وشلون تجدد حالك وتميز نفسك عن باقي الناس، خلنا نقول اللي في هذا المجال؟ هو شوف، الواضح الحين ان الميديا شويه كلت الابداع اللي عندنا. خد الواحد ما يبدا تخليه انه ينسخ الشيء. قبل كنت انا انزل برامج بالانترنت على اساس ان اشوف وين واصلين هم في الزراعه مثلا او بالديكورات ولا بشيء، فاحاول ان اقلدهم. حسيت ان التقليد هذا مو قاعد يضيف لي شيء، مو قاعد يخليني انا راضي عن نفسي في الشيء اللي انا قاعد اسويه، فمسحت البرامج.
مع الوقت قمت أدمج شيء مع شيء، أحط شيء مع شيء، تجربة طبعاً. صحيح. لقيت إن في ناحية جمالية وايد أفضل، وايد أحسن، اللي هي الناحية الإبداعية. التفكير أو الإبداع يبي له فترة، إن أنت تطور منتج مثلاً يبي له فترة معينة، أخذ وقتك، أخذ راحتك، أخذ ظروفك، لما تطلع بشيء جديد مثلاً أو شيء حلو تقتنع فيه. جميل جميل. بالمقابل شنو أنواع النباتات اللي نقدر نستخدمها في هذه الحدائق المصغرة؟ في أنواع معينة؟ النباتات أول شيء طبعاً النباتات كلها متوفرة بالسوق المحلي. حلو. كلها متوفرة، في منها النباتات المحلية اللي تم استزراعها بالكويت، وفي منها النباتات المستورده من دول اوروبا. صح. وطبعا يعني على راسهم هولندا. كل شيء متوفر. النباتات طبعا انا قلت قبل ان النباتات قبل 150 سنه او 100 سنه كانت محدوده، النباتات الداخليه هي فكره النباتات الداخليه جت من النباتات الخارجيه، حاولوا ان يزرعونها داخل، وصلوا ان تنزرع داخل وتعيش في بيئتنا البارده هذه، او في بيئتنا الاضاءه اللي هي احنا نسميها الاضاءه المو طبيعيه. فقاموا يهجنون بين نباتات، نبات ونبات يحطونه، اللي هي فكره تطعيم يسمونها. نعم. يحط نبات مع نبات، فالساق مال النبات يطلع نوع ثاني. أوه. فيحطون نوع على نوع، نفس التهجين، يحط هذا على هذا على هذا. لما الحين عندنا اكثر من يمكن 4000 او 5000 نوع من النباتات الداخليه، ما شاء الله، فكل شيء متوفر، الخيارات صارت متعدده وايد سهله. وهذه النباتات الحين شكلها صغير، لكن هل راح تكبر بالحجم؟ هل بعدين احنا نضطر نغير الفازه او نغير الخشب هذا اللي هي محطوطه فيه؟ احنا خلينا نتفق اول شيء ان النبات هو كائن حي. صح. في منه ذكر وفي منه انثى، ويتكاثر ويكبر ويموت. اذا هو يحتاج اول شيء ان نرعاه ونعتني فيه ونعرف شنو خواصه، ويحتاج ايضا ان بين فتره وفتره، يعني كان البني ادم لما يلبس هدوم فتره طويله من الزمن راح يمل، فيحتاج ان نغيره. نعم. بس احنا لازم نعرف التوقيت ومتى. يعني انا انصح النباتات الداخليه هذه مثلا في فتره معينه من الزمن انه ما تطوف سنه، يحتاج ان الجذور تكبر مع الوقت، فهي تبي تكبر تبي تنمو، فاشيلها اغيرها احط لها. إيه. وطبعا في تكنيك معين في موضوع التغيير، لان هي مثل الجذور مثل الاعصاب، التحسس بالاضاءه بالهواء بالماء بالرطوبه بنوعيه التربه. حلو. بالضبط. جميل جدا. يمكن انا في مره من المرات سالتك قلت لك انا عندي مشكله لما اغير نبات من فازه الى فازه اكبر يموت. صح. عندي. صح. شنو السبب فيصل، وشلون نداري يعني النبات هذا، وشنو التكنيك اللي لازم انا استخدمه عشان حرام هذه روح رطبه؟ صح. النباتات هو علم سهل، بس هو متشعب وايد. حلو. انا افضل ان انت قبل لا تخوض في الشيء تقرا عنه، لا تجرب، اقرا عنه بس اول شيء، شوف النبته هذه تتحمل التربه الناشفه، تتحمل التربه الرطبه، تتحمل تحطها مثلا في حوض زجاج او حوض مثلا بلاستيك ولا حوض فخار. لما تقرا معلومات عنها، طبعا المعلومات هذه هي تجارب ناس سابقه، فلما تقرا انت راح تعرف، فما تطب في المشكله. صح. فراح تعرف لما تشيلها مثلا في زرع معين تشيله لازم تحطه فتره بروحه تغير درجة حرارته بعدين تزرعه، في زرع ثاني لا لازم تنظفه تعطيه ماي مثلا، في الزرع اللي انا اسميه الزرع الذكي اللي هو البامبو. بامبو حبيب الشعب. البامبو هذا حبيب الشعب البامبو. اي سبحان الله. هذا البامبو في الدول الاسيويه ينبت بروحه بالمجاري، حتى بالمجاري ينبت كل مكان، جدا سهل وجدا بسيط وما يحتاج له عنايه ولا يحتاج له رعايه ولا شيء. اللهم الماي ينحط بماي وبين فتره وفتره ينقص الماء فاحنا نزيده، بس انه في تكنيك معين ايضا. البامبو تبي يكبر تبي يطول لازم ما يلمس القاعده مالت الفازه. صحيح. على اساس يحس انه هو حر. ينحط بعدد فردي مو عدد زوجي. ما تحطه بعدد زوجي لازم. صحيح. بعدد زوجي راح يوقف نموه، راح يتعب، ممكن انه يتعب يموت. صحيح. معقوله؟ اي وايد ياثر، ويسمونه لاكي بامبو هناك الدول الاسيويه، لانه هو بسرعه يكبر، وإذا طلع منه مثلا مثل نسميه احنا برعم ولا مثلا نبتة ثانية جديدة فأنت لكي، أنت محظوظ. يعني فيسمونه لكي بامبو. لكي بامبو. وهذا أسهل شيء أنا أنصح الناس اللي داشين مجال الزراعة مبدئيا أن يحطونه ويعتنون فيه ويجربونه، لأنه جدا سهل ومتوفر بالسوق المحلي. جميل. خلينا نتكلم بعد عن الزرعات الأخرى اللي موجودة. الزرعات هذه الزرعة اللي قدامكم الحين تشوفونها، طبعا أنا أزرع في الصيص أو الحوض. هذا الحوض هو كوكنت، هو قشرة جوز الهند. صحيح. حقيقية؟ حقيقية. هذه الدول الآسيوية بعد ما يشربون منها يقطونها،
فلما شفتها انا في احد الدول الاسيويه لما رحت شفت فكرت ان ليش ما ازرع فيها لان فكرتها حلوه. والله توقعتها خشب. لا هي الكوكونت بس هذا النوع او قشره الهند اللي فيها ماي ما فيها اكل اللي بس فيها ماي من اللي داخل بس فيها ماي. تمام. تشبه نبته الكاكاو بعد. ايوه نبته الكاكاو بس على اصغر الكاكاو. على اصغر أي. الفكره منها الالياف اللي موجود داخلها جدا مفيده حق التربه وحق الزرع على الالياف وتحافظ على رطوبه ال 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 التراب والزرع وتوفر البيئه الملائمه حق الزرعه. فكانت هي بالنسبه لي افضل حوض ازرع فيه انا وترتاح الزرعه في الحوض هذا. النباتات مثل ما انتم شايفين على سبيل المثال هذه النبته اسمها المونستيرا. نبته استوائيه طبعا بالغابات هي من الاساس نبته خارجيه بس هجنوها بطريقه بحيث انها تكون داخليه النبته. الفكره منها النبته انها تطلع ورقه كامله مع الوقت تتقصص النبته فتعطينا الشكل الجمالي هذا. هذه المونستيرا اللي قلت لنا عنها انها يعني ما شاء الله حتى تردد في وسائل السوشيال ميديا ان هذه تعطي راحه نفسيه وتضيف خلينا نقول مثل ما يقولون اجواء ايجابيه للمنزل. شوف بشكل عام احنا قلنا الزرع كله الزرع كله اللون الاخضر حلو وايد مريح حق العين. صحيح. ومفيد. النباتات كلها تساعد على تنقيه الهواء تساعد على اطراء الجو بس احنا نبي نتكلم عن ان انت اذا عندك غرفه مثلا ما تجيب نبته نبتتين وتحطهم علشان انت تبي تطلع اكسجين او تبي تغير الاجواء تبي تحط زرع حط زرع حلو يعني تحط مثلا 7 8 10 لان انت حطيت عشان تحس بالمكان ان في نقاء وفي اكسجين وفي رطوبه تحط زرع كفايه. وهم ايضا قلت انا من قبل زرع يحب زرع ما اي انا مكان واحط بس زرعه واحده راح تالف وانا اخوك راح تحس بالوحشه بروحها هي. صحيح. وانصح دائما الناس اللي داشين في مجال الزراعه لازم تغير مجال عفوا لازم تغير مكان الزرعه بين فتره والثانيه لان الزرع يمل من المكان اللي هو فيه لانه هو روح بالنهايه. اكيد فلازم اغير مكانه. جميل. نصائح. نعم. اكثر فيصل ان نعتني بالزرع نصائح بالتغذيه بالاضاءه بالتفاصيل هذه. طلعت الحين بالاونه الاخيره برامج بالتليفون ان اصور انا الزرعه. صح. فتبين لي حالتها لاي درجه مضبوطه 90% هو خطا. لانه هو يشوف الزرعه ويعطيني نفس الناتج في كل باقي عفوا النباتات. في مواد احنا نحطها هي مواد عضويه او مواد طبيعيه ممكن نستخدم الحليب ممكن نستخدم القهوه بس بدون سكر طبعا في مقدار معين نعطيه حق الزرعه يعتبر هو كانه بنزين حق السياره. كافيين الكافيين شغال حق كل الاشياء. في مواد سبحان الله بتكوين القهوه وتكوين وتكوين الحليب العناصر اللي فيه تعطي الزرع مثل فيتامينات واملاح ومعادن شغلات وايد احنا تونا نعرفها الامور هذه. جميل. جميل. نعم. بالمقابل انت ايضا مثل ما تميزت بالفازات والنباتات ايضا عندك اهتمام بتصميم طاولات خشبيه، خلينا نتكلم عن ابداعك في هذا المجال. الخشب طبعا جاتني انا الهوايه هذه لان لما كنت ابيع او كنت عفوا اشتغل في التراريوم وبالاحواض كانوا الناس يطلبون مني طاولات فكنت اروح اشتري طاولات فلقيت ان الطاولات جدا سهله، خليني اجرب اسوي فدخلت المجال. تصميمك الخاص. اي لان الطاوله ما يبي لها شيء خشب وقواعد حديد. فلما سويت الحركه هذه ان انا وفرت وصممت الطاوله وايد طلع علي ارخص وايد طلع علي احلى فاتجهت الى مجال الخشب وانخرطت في مجال النجاره بس النجاره البسيطه احنا نسميها. حلو. مو النجاره متعمقه. قبل شوي شفنا على الهواء احد لوحاتك اللي فيها خشب وريزن. نعم. صح؟ شنو سالفه الريزن وشنو وشلون قاعدين يدخلونه بالخشب فيصل؟ طبعا الرزن او الابوكسي مثل ما تفضلت. الابوكسي صحيح. هو مادة مصنعة يصنعونها حق الأرضيات برا وهي مادة جدا قديمة بس توها توصل الدول العربية حق المواد الحرفية قاموا يستخدمونها كمادة عازلة حتى على السيارات ممكن حتى على الأنتيك. هي مادة تقريبا يعني نفس مادة الشمع بس هي مادة صلبة قوتها أقوى من الزجاج وتحافظ على نضارة الشيء وعلى جماله وتكون مانعة الخدوش. جميل. فيستخدمونها كطبقة حماية زائد قام يحطون فيها ألوان فقامت تطلع بشكل جمالي وتطلع بشكل يعني خيالي بالنسبة حق الخشب. جميل. نعم. القطعة اللي بيدك؟ القطعة اللي بيدي هذه أنا أعتز فيها وايد. هذه خشبة صفصاف هذا كله طبعا تشوفونه خشب هذا كويتي خشب محلي. صحيح. متوفر والخشب احنا ما نقصه من اشجار عايشه نقصه من الاشجار اللي تكون لما يسوون مشاريع بالطرق السريعه والامور هذه
ياخذون الاشجار يحطونها على جنب، فاحنا ناخذ الاشجار بعد ما تكون الاشجار متهالكه صح. فنستخدمها احنا بدل لا هم يودونها حق النفايات ولا عفوا المردم حق ريسايكلينج او اعاده تدوير نجله. اي فاحنا سوينا اعاده تدوير، انا قمت استخدمها حق مثلا الاسماء، حق مثلا طباعه التهنئه ولا ايا كان، بس الفكره منها ان قمنا نستخدمها في الامور الحرفيه. وإعادة التدوير هذا الموضوع، هل فعلا بس بالخشب ولا قاعد تحاول انك تستخدم مواد اخرى بحيث انك تحافظ على البيئه بهالطريقه؟ والله انا احاول جاهدا ان انا اسوي اعاده تدوير في كل شيء عندي، يعني حتى عندي مثلا البامبو قمت استخدمه في بطول الماي اللي بدال ما نقطهم قمت احطه في بطل ماي وقمت الفه في تغليف معين على رسمه معينه فيطلع عندي مثل شكل حلو بالنهايه. جميل جدا، يعطيك العافيه اخونا فيصل الزايد على هذه الحرفه وعلى هذا الفن الجميل وعلى هذه الروح الجميله. الله يسلمك. يعني انت دائما ما شاء الله يعني دارينا بجمال المنزل بالامور الطيبه اللي تقدمها، وكونك احد ابناء تلفزيون دوله الكويت اللي ما تقصر معانا في كل شيء جديد انت تقوم فيه، كل التوفيق لك ان شاء الله. شكرا. وعسى ربي يرفع مقامك ونشوفك متميز اكثر واكثر باذن الله. شكرا فيصل على تواجدك. ومشاهدينا نطلع نسمع اغنيه من اختيار مخرجنا تستمتع فيها، وبعدها إن شاء الله مكملين الحلقة. مشاهدينا نبي ننتقل إلى عمل أغلبنا يعشقه، عمل من الأعمال القديمة، بنرجع أبيض وأسود. وحابة أسألك هاشم عن مسرحية مدرسة المشاغبين، مسرحية اللي جمعت أسماء كبيرة وقدموها بكل عفوية وكل جمال، شنو أكثر مشهد عالق في بالك؟ أكثر مشهد عالق في بالي للأمانة المشهد اللي يعني المشهد اللي خلينا نقول يطلعون فيه الإخوان إنزين وخلاص يعلنون فيه الثورة، خلينا نقول على هذه المدرسة، أو يطلعون الأقران ويعلنون فيه الثورة على هذه المدرسة. واللي يعني أحد الممثلين قال بقالي أنا أطالب ثانوية عامة بقالي 20 سنة في الثانوية العامة، 14 سنة في الثانوية العامة ثانوي، وتقول لي أمو أف. أنت كنت من شلة المشاغبين في المدرسة؟ أنا ما أدري بكل صراحة. تبين سجل ولد عمك؟ ايه؟ أنا كنت جدا شاطر بس كنت مشاغب. أوكي. تحية لناظر مدرستنا الله يحفظه ذاك الوقت جاسم الكندري هذا المربي الفاضل، وتحية لناظر مدرسة المشاغبين على تحمله والمدرسة دائما نساء لهم طابع. خلونا نشوف بعض المقاطع من مسرحية مدرسة المشاغبين. رجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج الظهيرة. بسأل أخيتي نجلة إيش رأيك بمطار قطر؟ يعني المطار اللي دائما يفوز كأفضل مطار على مستوى العالم. ما شاء الله تبارك الرحمن. مطار جميل كامل متكامل بالضبط. بكل الفاسيليتيز اللي يحتاجها المسافر. بهذه الفقرة نجلة نبي نقدم يعني معلومة يمكن البعض ما سمع عنها من قبل. اليوم موضوع الفقرة راح يكون تدرين عن شنو؟ أنا أعرف بس أنت غشش المشاهدين. موضوع فقرتنا اليوم راح يكون عن الدب الأصفر الكبير الكل يصور يمه وحواليه في مطار قطر الشقيقة. بالضبط، هذا الدب أكيد أغلبنا عنده بحسابه بالإنستغرام صورة مع هذا الدب. وإحنا صغار كنا نشوف الدب الأصفر الكبير مال نحن والأطفال، وهو كان يعني العشق اللي احنا كنا نتخيله بايام العيد، والعيد جاي ان شاء الله. صحيح. يا رب ينعاد علينا بالخير والعافيه. لكن قطر صار لها ايقونه وهو ايضا الدب الاصفر، وهو اغلى دميه بالتاريخ. خلونا نتعرف اكثر وتفاصيل اكثر عن هذا الدب مع زميلنا خالد القله. الانتباه، هذا هو إعلان الإقلاع الأخير. حضرات السد المسافرين، لو أحط لك هذه الصورة وأقول لك هذا الدب وين، الكل راح يعرف إجابة هذا السؤال. هو دب مطار حمد اللي موجود في مطار قطر.
هذا الدب معروف جدا، وهذا الدب يعتبر دب غير عادي لعدة أسباب. هذا الدب تحول إلى رمز وأيقونة مطار حمد الدولي. مستحيل أحد مسافر ترانزيت أو مسافر إلى دولة معينة ويكون في مطار حمد وما يصور سيلفي أو ما يصور هذا الدب. هذا الدب خلق كسر للروتين المطارات العادية. المطارات العادية فيها استرس، تبي تسوي تشيك إن، تبي تدخل جناطك، ما تبي الطيارة تطوفك، كل هذا في المطارات إلا في مطار حمد. بسبب هذا الدب خلق جو مختلف. تسويقيا هذا الدب صار محطة لأخذ الصور التذكارية، بالرغم أن هذا الدب وايد مشهور لأنه ما له اسم. الموقع اللي انشرى منه هذا الدب وكذلك الموقع الرسمي مال مطار حمد كاتبين اسمه Untitled Lamb Bear، بلا عنوان دب المصباح أو دب اللمبة نفس ما نطلق عليه بالكويتي، ما له اسم. هذا الدب من صناعة السويسري أوريس فيشر، وهو مصمم عالمي معروف تعامل مع أكبر البراندات العالمية، ويرمز هذا الدب إلى حياة الطفل والعودة إلى الماضي. بعض المواقع العالمية سمت هذا الدب تيدي، وهو عبارة عن دب ضخم طوله 7 أمتار وعرضه 7 أمتار ووزنه 20 طن. نفس ما كنت أعتقد والبعض يعتقد أنه مصنوع من الفوم، لكن هو مصنوع من النحاس ومطلي بلون مميز اللي هو أصفر الكناري. هذا الدب قبل لا يوصل محطته الأخيرة في مطار حمد كان معروض قدام مبنى سيغرام في الفيث أفينيو في نيويورك، وتم هناك لمدة 5 أشهر، ويعتبر واحد من 3 دبل، 2 مملوكة بشكل شخصي وما يدرون منه ملاكها، وهذا الدب اللي معروض في مطار حمد. في 11 مايو 2011 تم شراء هذا الدب من أقوى المزادات العالمية وأعرقها، مزاد كريستيز، والشخص اللي شرى هذا الدب تم مجهول إلى وقتنا الحالي، لأن فقط أصحاب المزاد والإدارة هم اللي يعرفون منو اللي شرى هذا الدب. الأخير دفع فلوس فيعرفون من هو، ولكن ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي. تم شراء هذا الدب بعد عمولة المزاد ب 6.8 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 2 مليون دينار كويتي، 25 مليون ريال قطري. كان في نسخة لونها أزرق وتمت 4 سنين من 2016 إلى 2020 قدام جامعة براون الأمريكية، ولكن بعد هذا المدة اختفى، ما حد يدري وينه. بعد 2020 ما حد يدري وين هذا الدب ومنه اشتراه أو وين مكانه الحالي. علاقة أهل الكويت بالبحر مش طبيعية، يعني لما تغنى شادي الخليج وقال ها نحن عدنا ننشد الهولو على ظهر السفينة. شغف الكويتيين بالبحر والغوص والصيد علاقة تاريخية وطيدة ما زالت مستمرة حتى وقتنا هذا، وهذه العلاقة استمرت جيل بعد جيل رغم تغير الظروف والتطور السريع اللي قاعدين نعيشه يا نجلة. صحيح هاشم، وطبعا ضيفنا اليوم من هالأشخاص اللي لازالوا يوثقون هذه العلاقة التاريخية من خلال مهنة الغوص. خلونا نشوف هذا التقرير المشوق عن مغامراته وبعدها نتعرف على ضيفنا أكثر. من بعد هذا التقرير السريع والجميل نرحب بضيفنا فواز أحمد الصقر، مشرف أعمال غوص تجاري. حياك الله معنا أخي فواز. ساكم الله خير. يمكن أول شيء يطري على بالي، يعني نعرف غوص على اللولو، نعرف سكوبا دايفنج، صحيح، غوص حر، نعم، سالفة الغوص التجاري.
هو الغوص يمكن يتشكل بأربع أنواع. حلو. أولها الغوص الحر اللي هو نفس تراث أجدادنا، الاعتماد على النفس وهذه الأمور، وهو اللي يستخدمونه حق غوص اللولو. بعدها الغوص سكوبا السياحي، الغوص الطبيعي، وفي الغوص التقني كسر أرقام أو كترسيب. الكويت ما عندنا، أغزر مكان 40 متر فما ما نقدر نستخدمه. هذا أقوى ديب دايف نسويه. ديب دايف 40 متر راح تحوش الأرض خلاص ما في شيء. وبعدها الغوص التجاري، الغوص التجاري اللي هو الغوص الحرفي التنفيذ لأعمال تحت الماء، جسر جابر أو محطات الصيانة، اعتماد تقريبا 90% من مصادر الكويت على هذا المجال. جميل. خلينا نتعرف أكثر عن قوة التحمل ومدى وشنو هي المهارات المطلوبة عشان ممكن أدي مثل هذا الغوص، الغوص التجاري. نعم، بالبداية هو الغواص التجاري لازم يكون في يعني مر على بروسيجر طويل وايد بالفحص الطبي، يفحص وظائف الرئة، يفحص الدم، يفحص هذا، وهذا شيء سنوي ومع الأشعة كاملة، أشعة مقطعية. ليش؟ لأن كل اعتمادنا راح يكون جهد أكبر. النجار برا الماء لو يستخدم المنشار خلينا نقول بالناشف راح يستخدم خلينا نقول اكسجين 10% من جسمه خلال دقيقه. تحت الماء عندي ازاحه قويه من الماء، فكل الاعمال اللي تتنفذ برا الماء ننفذها تحت الماء، بس تحتاج لياقه اكبر. فعشان كذي حتى بتدريباتنا يركضون بالمعدات، يسوي كنا تدريبات عسكريه لكن مختصه بس بوظائف الرئه واعمال الانشائيه اللي تحت الماء. جميل جدا يا فواز. اذا شنو العوامل اللي تقوي حرفيه الغواص تحت الماء؟ المخاطر المحتمله، الاشياء الخطره المرتبطه في هذه المهنه، شلون الواحد يقدر تجاوزها؟ بصير غواص تجاري عندك شلون؟ بالنسبه لنا احنا اول دوره لازم تدشها لازم تجيني اول غواص اوريدي ممارس من قبل، ما يصير تبلش الغوص تجاري وانت توك مبتدئ. سكوبا دايفر من عمره 14 سنه اي ما شاء الله صحيح. بس سكوبا دايفر اول مرحله، بعدها لازم تكون ممارس. في ناس وايد تاخذ يمكن اخر مره غايص متى؟ قبل ثلاث سنوات. فلما تجيني الدوره انت للحين مو متعود على بيئه الماء، عشان كذي لازم نطورك ناهلك تاخذ دورات غوصات عديده، بعدها تنتقل حق الغوص التجاري. الغوص التجاري احنا نتكلم، إذا بنتكلم عن المخاطر يمكن الناس راح تخاف شوي حتى من مهنتنا، لأن في أكثر حالات وفاة مسجلة، والسبب إن فيها خطورة، فيها ريسك عالي، وإن نتعامل مع غازات مختلفة، ندش داخل مثلا المكاين، البمبات، النفط اللي قاعد تسحب الماء وتطلع لك الماء حلو، وهذا كله وظائف الغوص التجاري. فإحنا ما ودنا نتكلم عن المخاطر كثر ما نتكلم على استعداداتنا حق الأمن والسلامة فيها. وبالبداية يعني الغوص التجاري هي حالة أي وظيفة ثانية، فيها ممكن يكون مجال الريسك عالي، حالة مثلا النجارة أو اللحيم برا الماء نفس الطريقة، فيها مخاطر يمكن تنتقل هذه المخاطر تحت الماء. جميل. بالمقابل خلينا نتكلم عن الإنجازات اللي حققها الغوص التجاري بالكويت، شنو أهم المشاريع اللي شاركتوا فيها؟ بالنسبة لنا يمكن الناس أكثر شيء اللي خذ شهرة جسر الشيخ جابر. جسر الشيخ جابر الناس تشوفه من برا وهو تابع صح وزارة الأشغال، وهي اللي نفذت الجزء الخارجي، أو شركة مختصة هي اللي نفذت الجزء الخارجي. بس طول على امتداد جسر جابر 21 كيلو، في يمكن 19 كيلو منهم تحت الماء. فكنا إحنا كنا الفريق الأساسي اللي كنا نشتغل ونضخ الخرسانة على أساس تقوم العواميد اللي شايله الرصيف الثابت. جميل. يمكن فواز السؤال اللي يعني بادرني على ذهني الحين، او السؤال اللي قمز ببالي شاغبني، الخرسانه صبيتوها بالماي ولا كانت جاهزه ونقلتوها الى الماي؟ في نوعين. شوف الفضول. في نوعين من الخرسانه. اذا عارف الخرسانه تحواض السباحه، الحين حوض السباحه مو نفس الخرسانه اللي تستخدمها حق البيت لانها مقاومه للماي. صحيح. فاحنا في درجات اعلى بعد عشان تذي الكوست عالي. اي عمل بحري يعني لو ببني غرفه خلينا نقول 4x4 ببيت برا الماي يمكن تكلفني 1000 دينار، تحت الماي نفس الغرفه بالضبط تكلف 10000 دينار. والسبب المواد الخاصه اللي يعني تتحمل عوامل الماي والتيارات ما تيارات. فالخرسانه المستخدمه تحت الماي مختلفه اختلاف كامل. جميل. خلال 4 إلى 5 ساعات انت طبيعي لما مثلا تضخ خرسانه باي مكان راح يقول لك لا تمر عليها يوم كامل، خلي حوش الهواء والشمس. بالضبط. تحت الماي لان في عوامل اوريدي قاعد تبرد الخرسانه، خلال 4 ساعات تسكر تصير نفس القالب الخارجي. جميل. نعم. والله احنا فخورين ان ابناء البلد هم اللي قاعد يقومون بهذه الاعمال. احنا دائما نتخيلهم ناس من برا او شركات. صحيح. اجنبيه من الخارج. خلينا نتكلم شوي عن اماكن الغوص في دوله الكويت، وإذا كانت لك تجارب برا الكويت وين أماكنك المفضلة تحب تغوص فيها؟ يمكن بالكويت عندنا أشهر الجزر الجنوبية، قارو أم المرادم الكبر، هذه الأفضل مغاصات. بس يعني بالنسبة لي أنا صراحة اللي داوم بالشيء ما وده يمارسه، يعني خلاص إحنا ننفذ طول الوقت ودوامك كله بالماء، فوقت إجازتي ما راح أروح مرة ثانية أغوص. يمكن شوية بعيد عن البادة، بس نهائيا يعني خلاص البيئة خلاص تعودنا عليها وما في شيء جديد. إحنا نغوص مثلا من
من عمرنا 12 13 سنه فللحين خلاص هذا الموضوع تكرر عندنا. يمكن التجارب اللي برا حلوه يعني اغرب مكان جربنا الغوص فيه البحر الميت. البحر الميت خطورته عاليه لانه يعني تكلم عن نسبه الملح وكثافه الماء فيه عاليه وصراحه جربنا الماكسيموم اللي قدرنا ننزله متر ونص فقط لانه هو اوريدي لما تطب بالماء شمبلت فواز شمبلت انا يمكن حزام وزن وقتها استخدمت اربع حزم يعني المفروض لو اوزع على اربع غواصين لازم ياخذ اربع حزم فلبست اربع حزم وزن وشلت صخرتين من تحت عشان اقدر اوصل متر ونص. المشكله مو بس بالعمق اقدر ازيد وزن وانزل مشكله معادله الضغط وايد فرق يعني المتر ونص يمكن يعادل 70 60 متر مره واحده الضغط الضغط حيل عالي جزيئات الماء اوريدي بحرنا يعتبر نسبه ملوحته عاليه بس مو ناسب بحر الملي انا توقعتك الحين بتقولي مناظر يعني دائما لما يجيب ضيوف مهتمين بالغوص يتكلمون عن الاماكن اللي فيها مناظر طبيعيه ومرجان والوان لكن انت اخترت التحدي اخترت البحر اللي يعجبك البحر الاحمر انا صياد احب شوي فقالوا لي البحر الاحمر بكبره هذا يعني بالخليج اللي صوب الاردن قالوا لي بكبره ما في سمك كان بالنسبة لي التحدي إنه ودنا نشوف صدق ما في أي حياة بحرية وهذا الشيء صحيح شفنا بس صخر وطبعا أعمق مكان قدرنا نوصله متر ونص بس الساحل عالي يعني الساحل وايد طويل يمكن مسافة 50 أو 60 كيلو تقريبا فشفناه كامل ما في حياة بحرية ما في أي قطعة حتى ستار فيش أو مثلا الشغلات الصغيرة ما في حياة كله بس صخر وماء يمكن عشان كذي فواز وهذا يعني المؤكد إنهم يسمونه البحر الميت لشدة ملوحته وكثافة الماء إن ما تقدر تعيش فيه الأحياء البحرية سبحان الله الكثير يعني كثير من الناس يستغربون أخوي فواز شلون تصير الحدادة تحت الماء شلون تصير النجارة تحت الماء الميكانيكا تحت الماء نورنا يا اخوي اغلب الناس يتسالني تقول شلون توصل كهرباء تحت الماء بالضبط. هي احنا نتكهرب ترى طبيعيين يعني كل اغلب الغواصين ربعنا يمكن قاعد يسمعوني الله يحفظكم كلهم متفترين يعني خاصين لانه الماء موصل جيد للكهرباء بس انا استخدم المواد العازله كثر ما اقدر واعكس الاقطاب يمكن هذا الشيء اغلب الناس اللي ما عندها خلفيه بالحداده يمكن ما يكون فاهم على هذا الشيء بس احنا نقول نعكس الاقطاب احنا اللحام اللي برا الحداد اللي تشوفه يلحم بالموجب ويحط الايرث اللي يوخر عن الكهرباء السالب احنا بالغوصه نعكس هذه الاقطاب لان اذا لحمت بالموجب ويت لي الصدمه الكهربائيه جسمي اول شيء راح ياخذها بالكامل وحاشتنا اكثر من مره فصير تصير حاله اغماء لمده دقيقه او شيء بس يصير نشيط عقب هالوقت الله يحفظكم فواز بالمقابل بسال على العنصر النسائي في هذه المهنه هل هناك تواجد ولا لا والله للاسف محياهم الله بس للاسف هي المهنه وايد ثقيله على شاقه على النساء خصوصا ان احنا نقعد بمعسكرات خارجيه يعني مثلا لو يصير عندي عقد عمل بجزيره فيلته راح اقعد شهرين ثلاثة اشهر بنص البحر بالضبط. ما راح ارجع ويجيني التمويل من هناك فصعب شوي على خصوصا ان ثقافتنا هنا شوي بالكويت صعب عليها جميل جدا اصحاب السياكل والهذا يحطون السكالا رايدر ويتواصلون مع بعض عن طريق البلوتوث عن طريق خلنا نقول التلفونات ولا هذا سماعه بالاذن صحيح. نفس سماعه البلوتوث بس لها تكنيك معين الغواص شلون يتواصل مع الغواص نعم احنا طالع هذه الاشارات اذا كان في رؤيه احنا للاسف بالكويت بحرنا مكسوم خلينا نقول ربع بنصير ربع الرؤيه زينه اقدر اتعامل ويا الغواص اقدر اشوفه الربع ثلاث ارباع الباقي جزيره بوبيان كذي الرؤيه 3 سنتيمتر ما اشوف شيء اتصل بالضبط كنا حتى احنا بتدريبنا نغمض عيونهم ونلبس الخوذه ويطب اساس انه يتعامل يقدر يشتغل باللمس ما راح يقدر يشوف ولا شيء تحت الماء فاحنا عندنا ثلاث طرق اتصال اول شيء العمق عمق الغواص وين ما يكون عندي جهاز كنترول بانل اقدر اتبع عمقه بالضبط وين وفي كاميرا سي سي تي في مع احداثيه الموقع وين ما هو قاعد يشوف انا قاعد اشوف وياه بالكاميرا لايف فوق وين ما قاعد يروح زين في مجال الرؤيه واغلى واهم شيء وقبل اي عمليه غوص كبيره لازم يصير في تواصل كوميونيكيشن صحيح هو وان واي راديو هو يكلمني مفتوح بدون ما يضغط شيء انا عشان اكلمه لازم اضغط وحتى لو في غواصين اقدر اجمع بينهم اقدر اطق بالسيستم عندي ان اخليهم يتكلمون مع بعض عشان كذي احنا نقول لما تكون في خطوره عاليه بالموضوع كهرباء او شيء انا لازم اكون على تواصل دايم مع الغواص جميل أحاول أتنفس أقول اللي سمعته للأمانة تفاصيل صعبة وفعلا مهنة شاقة بس بالمقابل أكيد فيها مواقف طريفة مواقف خطرة تعرضتوا لها طريفة قليل بس خطرة وايد لو في قصة معينة ما تنساها يمكن احنا بنتكلم عن أغلب الناس فاهمة شغلنا كغواص تجاري أنه لازم يكون بالماء احنا نشتغل بالبنية التحتية بالكويت يعني يمكن يكرم الماء المعالج او مثلا تحت البيوت ساعات نغوص 40 متر بس الناس يمكن مو مستوعبه هذا الشيء، احنا نشتغل بغازات سامه، الخوذ اللي قاعد نلبسها او اللي تشوفونها اللي حق اللحيم تحت الماء عباره عن عازل كامل لانه تنفس امداد من السطح، احنا نشتغل مثلا بغازات H2S الغاز مجرد ما تتنشقه
يؤدي للوفاة. عشان كذي بعض الأحيان نشتغل بهذه المشاريع. الاشتواس هذا خطر. بعد مشكلة الاشتواس مو بوقتها، وعقب ما تطلع لازم تقعد تحت الشاور 20 دقيقة عشان تتطهر من الغاز. يعني واقف الغواص خلص غوصته، لما يطلع لازم يستمر على هذا الشيء. فاحنا نقول ما نقول إن إحنا مجازفين أو ريسك عالي، إحنا نتبع إجراءات أمن وسلامة، وإذا ما سوينا إحنا المشروع في غيره راح يسويه. ما خاب ظني كبريتيد الهيدروجين غاز. صحيح. وهذا يطلع من والله فواز تغوصون مع اشتواس. صحيح. وايد خرعتني صدق. احنا عندنا عمليه قريبه الحين، الشبكه الكبيره اللي قاعد يسوونها وزاره الاشغال بام الهيمان، في عمليات قريبه راح تكون حق الفريق اعاده كامله، لان البنيه التحتيه صارت خلاص قديمه، فقاعد تحتاج بين فتره وفتره مينتنس على هذا المكان. يعني ما شاء الله نجله، الموضوع مو بس موضوع مثلا تسليم بيوت ولا سكن، خلينا نقول تجاري او سكن عن طريق المؤسسه العامه للرعايه السكنيه، في بنيه تحتيه انتم دائما تدارونها. العقود مستمره فواز تبارك الله، والله يوفقكم ان شاء الله. انزين، نمونه العقود اللي انتم تاخذونها على سبيل المثال كشركه، هل تاخذون شغلات من افراد اذا ابي مينتننس مثلا حق مسبح، حق مغاص، ابي اسوي شيء، ولا مجرد خلينا نقول دول وحكومات؟ احنا بالنسبه لنا بدايه شركتنا احنا مموله من الحكومه. جميل. مموله من الصندوق الوطني لرعايه المشاريع الصغيره، تضم طاقم كبير، عددنا 55 غواص كلنا كويتيين نشتغل بهذا المجال. احنا عقودنا ما تعتمد على الاشخاص، يعني لو بيتصل علي شخص يقول لي مثلا اسكلت شالهنا عطلانه ولا شيء لحيم، ما راح اطلع تيم كامل يشتغل بنفس الوقت، هذا التيم يلحم بايب نفطي قيمته 3 مليار دينار. 3 مليار دينار شوي، هو يعني يقدر نقدر نرشده يمكن، او نقدر نساعدونه المساعده. اي، واغلب اللي يتصلون علينا يفهمون الموضوع انه ركب لي بويه حق طرادي قدام الشارع. احنا ما نشتغل بهذا المجال، احنا عقودنا دايركت مع الجهات الحكوميه، وزاره كهرباء هذه يعني العميل الاساسي ويانا، اللي هي محطات الطاقه، يسحب الماي يولد فيه كهرباء ويطلع الماي بعد الاحتراق، يطلع الماي من الاوتلت ويصفي الماي ياخذ. فعندي مصادر ماي وكهرباء، والاعتماد الاساسي حق النفط الكويت اللي هو الامبورت وامبور، يعني الاكسبورت والامبورت، البيع النفط واستقباله بالكويت، هذا كلها بالبحر، فاحنا يحتاج هذا التيم. جميل. كل الشكر لك فواز الصقر، مشرف أعمال غوص تجاري، على لقاء اليوم وكل التفاصيل اللي ذكرتها. أنا أدري إن في يعني وظائف شاقة، وكنت أعتقد إن التقديم الإعلامي وظيفة شاقة، حاليا راح أغير رأيي نهائيا. لازم نغير وجهة النظر. والله الله يحفظهم نجلة، الله يحفظكم بإذن الله إن شاء الله، يسدد خطاكم، ومثل ما يقولون يرزقكم من أوسع أبواب، لأن أنتم ناس متميزين وتستحقون الإشادة للأمانة. صحيح. فواز قواك الله. شكركم. شكر كثير. إذن مشاهدينا فاصل وبعد إن شاء الله مكملين. وإيها أنت ودعي، قلت لك إني أنا قلبي معي، وإنت إحساسي وشوفي مسمعي، شفت هذا الكون لو ينلمسها والقمر يرجع علينا بألف
مشاهدينا، كل واحد فينا معرض أن سيارته تتعرض لأعطال فنية. أغلب الناس ما عندهم فكرة كافية في أعمال الميكانيكا، لكن بالمقابل في شباب خبرة في مجال الميكانيكا ويشتغل بيده. أكيد يا نجلة، وكل حرفة أو عمل يحتاج إلى تدريب. حتى الميكانيكا مع الأيام الواحد يكتسب خبرة، واكتساب الخبرة تخلي الجماعة اللي حوالين بعض يعني يكتسبون خبرة بينهم وبين نفسهم، لمن يوصلون إلى مرحلة ينزلون ماكينة ونزلون غير، والشباب والريال فاهمين شو اللي قاعد نقوله بالضبط، ويصلحونهم وردونهم مكانهم. اليوم نجلة نبي نروح حق شباب، وبالأخص أحد الشباب الكويتي اللي يشتغل ميكانيكا وينزل مكاين وقيور لكن بيده. أكثر سؤال سألته اللي هو أو انطرح علي، إيش معنى هذا المجال اللي بلشت أشتغل فيه؟ طبعاً هذا المجال يعني شغف الطفولة، وبلشت فيه بداياتي مع الوالد الله يحفظه، كان يعلمنا شلون نبدل الزيت والفلتر حق محركات الدراجات النارية. طبعاً كان عمري 14 سنة، حاولنا ننقلها نقلة نوعية من مجال من الهواية إلى مجال الاحتراف، والحمد لله رب العالمين. المجتمع الكويتي ما شاء الله مجتمع بوزيتيف، قاعد يعطينا دافع ان نشتغل هالحرفه هذه بدون لا تستحي، بدون ما فيها شيء، احترام متبادل، ثقه وراحه نفسيه من العميل نفسه. ولو مو هم كان ما استمرينا هذه الست سنوات في عالم الاحتراف ميكانيكا السيارات. مجال التدريب الحمد لله بلشنا فيه هذا اول سنه احنا ومجموعه شباب كويتي، والله هم لك الحمد، لقينا فيه اقبال مختلف الاعمار من 12 سنه ل 40 سنه ما شاء الله، اكبر واصغر تدرب ويانا. الدورة تتكلم عن معرفة أساسيات المحرك بشكل عام، تبديل الزيت، الفلتر، البلاكات، الغايش شلون تبدله، فرق الأمن والسلامة، شلون طريقة إنك ترفع السيارة وتقدر تدش تحتها بدون أي رهبة، طريقة استخدام التولز اللي هي أغراض اللي تفتح فيهم القطع السيارة، معرفة كاملة. وأهم شيء، أهم نقطة عندنا، تشخص سيارتك قبل لا تروح عند أي جراج. الهدف طبعا من الدورة إن نخلي الشباب يستخدمون أدوات فك قطع المحرك بالبيت عندهم كأساسيات، اللي هي الزيت والفلتر، الكويلات والبلاكات، الغايش، الشد سايد بريك، السفايف. هذه كل أشياء يقدر يبدلها بالبيت، ما له داعي يروح فيها جراج، أشياء أساسية وبسيطة. نصيحتي للشباب يعني أي شيء تحبه مو شرط تحوله إلى بزنس، خله على هواية، بس أهم شيء الاستمرار بالشيء، تستمر فيه راح تبدع فيه. وعادة الشيء اللي انت علمه بالنظري يختلف اختلاف كلي عن العملي، والله يوفق الجميع إن شاء الله يا رب. طبعا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، لكن أكيد موعدنا معاكم في حلقات أكثر ومواضيع أكثر. قبل شوي دردشنا أنا وزميلي هاشم عن النجاح وشون الإنسان صحيح. يكون فعلا مثل ما شفنا بالتقرير عنده يظن أنه هو ماشي بخط معين في الوظيفة، بعدين يغير الوظيفة، يغير نهائي من وإلى لكن يعني ينجح، لكن ينجح. يمكن أنا أختي نجلة كنا قاعدين نسولف عن أحد الأشخاص اللي أنا أعرفهم شخصيا من العائلة، وصل إلى منصب نائب مدير بنك، وكان مرشح أنه يصير مدير بنك في أحد بنوك الكبيرة عندنا بالكويت. فجأة استقال وبطل جراج وقام يشتغل بيده، وتبارك الرحمن الله يعني فتحها عليه بطريقة، لأنه عنده إيمان من الداخل صحيح، ويحب هذه الحرفة وهذه المهنة. ومو عيب الشغل، لو الواحد يشتغل أي مهنة هو يحبها مو عيب، الشغل في رزقه في بركة
وفي سعادة لما أنت تمارس الشيء اللي أنت تحبه. وأكيد إحنا سعادتكم في متابعتكم لبرنامج الظهيرة. نلقاكم إن شاء الله على خير. مع السلامة. في أمان الله.